ايه والخططيه من وجهه نظرك كولر هيعمل ايه؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي الان لا يحتاج الا أيوة. ان الاغلب الاعم من نجوم الاهلي نفس الجهد ونفس كل حاجه، لكن الراجل قال مصطلح رائع على فرصه صلاح محسن. اولا فكره الجون الحلو فكره بائسه حتى لو البرازيل صح. يعني كانت ساعات بتردم على كل جهد من بقى الصمبا مش عايز يعملها كده أيوة. فتروح مش عارف كده نفس الحكايه. والقرار القرار ان انا رايح للجون، تخيل انت خلي بالك انا لعبت كوره برضه عشان ما تفكرش بالاستاذ بيازي ده انت استاذنا. لا أيوة لا العفو، لا انا لعبت في مواليد الكابتن انت بس عشان انت اكبر مني بسنتين اخر شهودي بس انا رحت الجامعه ده اصغر مننا اكبر مني اصغر مننا بسنتين ثلاثه خلي بالك يا فوزي ما انا اكبر منك برضه. كابتن مجدي كان معاه فرقه الكليه وخد منه رباط جزمه ما رجعهوش لغايه دلوقتي الكابتن مجدي. المهم ايه وانت بتفحص الحكايه لازم الكلاس ايه من المدربين زي الراجل ده تاخد من كلامه اللي هي فكره القرار. تخيل انت لو الراجل حط نفسه قدام الباك مفيش فايده، انت بتجري جنبه ليه؟ ما هو لازم هينزل، لكن انت بقى لو خدت الكره لجوه كده حضنت عليها الراجل في ضهرك بقى مع السلامه عليكم. عايز بقى انت تسيبها للجون كده جدعانه منك انت في ملعبهم ماشي، لكن خلاص محدش لا هيحط رجله ولا هيعمل اي حاجه. هنا ضوابط الاداء، عشان كده الراجل مش بيزعل، الراجل متاكد ان النجوم الغوالي دول هيتخلوا عن فكره الجون الحلو او المهاجم هجام ولازم يطمع، لكن هيجي مره هيبقى الشحات بدل بعد ما عمل كده وحد داخل من اليمين ويعملها له كده بدل ما هو لازم يشوطها. واضح ان كولر شغال على ده، لكنه حتى الان لغايه ما مودست ده، واللي بالمناسبه حق اللاعب ده ان جمهور النادي الاهلي والاعلام كله مش هقول اللي عنده ضمير مهني يترك فرصه للاعب من هذا الطراز جاي من دوري الماني، لاعب دخل منتخب فرنسا احيان كثيره وده مؤرشف، يعني لازم يدوله فرصه للعوده من 5 شهور كان في حاله ثبات يعني صحيح. ما عندوش ولا نادي صحيح. ولا اي حاجه، وبالتالي فقط المطلوب الان ان اللعيبه فعلا تاخد بالها انهم خلاص النادي الاهلي في الطريق بقى انه اللي عاوز يحصله محتاج جهد جهيد سواء في المسابقه دي واللي ليها اهميه خاصه الاهلي هيكون الاول. تخيل الهدف رضا سليم وضع رقم للنادي الاهلي أيوة. انه لاعب النادي الاهلي جديدة. يحرز اول هدف في البطوله الجديده. تخيل بقى ان شاء الله النادي الاهلي يفوز بالبطوله فتربع على قمه بطولات القاره. لعبتنا بقى ما عندهاش دفوهات تخليك ما انتش مؤمن ان ده هيخلص، اللي هي الحاجات الصغيره دي، لان الراجل مصر عليها. عشان كده احنا دايما بنتكلم فيه. الله عليك، الراجل مصر عليها، هم بيستفيدوا دايما وبيصلحوا بسرعه. في حاجه بس مهمه بشان المؤتمرات، ارجو ان الناس الزملاء اللي بيديروا المؤتمرات يخلونا شكلنا حضاري في الاهلي او في غيره، لا احد يخرج باسئله لا تمت للمباراه. ده يوم المؤتمرات بالذات اللي قبل المباريات مدير فني طيب. وكابتن الفريق بيبقى الموضوع كله هرجع اخد رايكم في هذا الامر ده مستفز صحيح الحاجة. هرجع اخد رايكم ومعانا اساتذه كبار في النقد الرياضي وفي الصحافه